اهلا جماعة، النهاردة هكون بتكلم عن ازاي توسع عينيكي بالمسكرة دي بورجوا تويست اب ذا فوليوم. انا جبتها من، ممكن تجيبيها من باريس جاليري، انا جبتها من باريس جاليري، ممكن تجيبيها من ديمن امز، بس انها دي احلى مسكرة استخدمتها في حياتي، لاني استغنيت عن كل المسكرات اللي انا استخدمتها لغاية دلوقتي. فانا في الاول اول حاجة بعملها ان انا بحط البيبي باودر على رموشي. ليه؟ عشان هي بتقل رموشك لما تحطي الماسكارا. تاخدي بقى البودرة، هي البيبي باودر، هي دي البيبي باودر، جونسون بيبي باودر، بحط كده على رموشي. لا بس تمسحي كده، يعني ممكن تشيلي بس البودرة دي في الآخر اهي كده. وبعدين أحلى حاجة في المسكرة دي ان انتي ممكن لو لفتيها تتقل رموشك، ولو لفتيها تاني تطول رموشك. القصيرة دي هي اللي تتقل رموشك، فاهمها من ايه؟ يعني هي لو بتقل رموش كده، يعني حتى لما تطول رموش تبقى احلى بكتير. وبعدين تحطيها تحت هنا. ايوه، وبعدين تلفيها تاني عشان تطولي رموشك. صدقني انا كنت بحاول اشوف اي برودكت معين يساعد على انه يوسع عينيا، وهي دي الماسكارا الوحيده اللي بتوسع عينيا، مفيش اي ماسكارا تانية. الناس اللي عايزه توسع عينيها بتخليها تبان، هي دي احلى ماسكارا. ف مش لازم يعني تستخدمي بقى رموش ارتفيشال وتحطيه عشان توسعي ولا اي حاجه، يعني دي اعلى حاجه تحطيها لو مثلا رايحه الصبح كليه شغل، هي دي الوحيده اللي ممكن تحطيها. بتوسع عينيكي، وكمان بتطور رموشك لدرجه ان هي تبان ف بقى شكلها حلو. فانا بقترح على كل واحد بيتفرج عليا انه هو يجيب الماسكارا دي، عشان بجد دي احلى ماسكارا استخدمتها في حياتي، يعني مقارنة بالماسكارات التانية اللي انا استخدمتها. فخلاص كده، شكرا، مع السلامة.